مشاهدينا، وللحديث عن سير عملية الامتحانات التي جرت اليوم في العراق مع بدء أول أيام الامتحانات النهائية للمرحلة المتوسطة في العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الصحفي أحمد الجميلي. السلام عليكم أحمد. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. مع بدء الامتحانات النهائية للمرحلة المتوسطة اليوم، كيف سارت الأمور؟ وهل من شكاوى صدرت عن الطلاب أو أولياء الأمور؟ نعم، كما تعلمون يعني توجه اليوم آلاف الطلاب في مختلف المحافظات العراقية لأداء امتحانات الثالث متوسط الامتحانات النهائية البكالوريا. الامتحانات جرت في وضع مشحون نسبيا مع تزايد الأنباء حول إجراءات وزارة التربية التي تحاول من خلالها إيقاف عمليات الغش وعمليات تسريب الأسئلة في مختلف المديريات في العراق. لحد الآن الشكاوى التي صدرت من أولياء أمور الطلاب وأيضا من بعض المدارس في جنوب العراق، نعم، تتعلق حول البيئة التي جرت فيها الامتحانات الوزارية. فكما تعلمون غالبية المدارس اليوم في العراق يعني هي غير مؤهلة لاستمرار العملية التعليمية ناهيك عن أداء الامتحانات. إذن كان هناك عملية غش أو يعني تسريب للأسئلة اليوم، رغم أنه كان هناك قرار في وزارة التربية بقطع الإنترنت في العراق في من 4 فجرا حتى 8 صباحا بتواريخ الامتحانات. أحمد، هل تسمعنا؟ نعم، أسمعك الآن. نعم، سألتك هل حدث هناك تسريب للأسئلة اليوم؟ اليوم أو قبل اليوم أيضا في امتحانات السادس الابتدائي يعني حدثت عمليات تسريب للأسئلة. هذه العمليات حدثت من موظفين داخل مديريات التربية كما حدث في الأنبار وايضا في محافظه واسط. نعم، عمليات التسريب تجري من خلال موظفين يقومون بتسريب اسئله الامتحانات في الدقائق الاولى لانطلاق الامتحانات على الرغم من الاجراءات المشدده التي فرضتها وزاره التربيه. نعم، ومنها يعني قطع خدمه الانترنت في عموم العراق من الفجر وحتى الساعه الثامنه. إذا لم يكن إجراء صحيح، بل الموظفون هم الذين قاموا بتسريب الأسئلة. طيب، هنا المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان ينتقد قرار آخر لوزارة التربية يتعلق بتغيير أماكن المراكز الامتحانية. ما الدوافع وراء مثل هذه القرارات من قبل وزارة التربية وجاء مع آخر لحظة قبل دخول الامتحانات؟ نعم، الدوافع حول يعني هذا القرار تتعلق بعملية التنسيق التي حدثت بين بعض العوائل والجهات المتنفذة مع مدراء المراكز الامتحانية من أجل تسهيل عملية تسريب الأسئلة وكذلك عملية يعني حل الأسئلة لطلاب معينين ينتمون لعائلات فيها مثلا مسؤول نائب او فيها ضابط يعني بارز في المحافظه الفلانيه. لذلك هذا الاجراء جاء في اللحظات الاخيره من اجل قطع الطريق عن عمليات التنسيق وعمليات التاثير على مدراء الدوائر الامتحانيه من اجل السماح للطلاب بحل الاسئله والغش الجماعي. طيب، اليوم يعني مؤشر ليجاتوم للتعليم والازدهار يضع العراق في خارج تصنيف التعليم لعام 2023، وكذلك كان خارج مؤشر دافوس في 2021. نعم، كيف تصفون ترون واقع التعليم في العراق؟ يعني للأسف يعني التعليم حاله كحال بقية مرافق الحياة في العراق، كلها للأسف في عملية تراجع وليس هنالك أي تقدم. نعم، التعليم تراجع في العراق عندما ترهلت العملية التعليمية وعندما تم السماح من قبل وزارة التربية بفتح المدارس الخصوصية والمدارس الأهلية التي أدت إلى إفساد العملية التعليمية.
وصار هنالك تمييز مجتمعي بين الطلاب، وصار هنالك تمييز طبقي أيضا بين المعلمين. نعم. هنالك مدارس أهلية لا تقدم شيء للطالب، فقط تتلقى الأموال مقابل لا شيء. أيضا الخراب الذي أصاب العملية التعليمية والتعليم في الكليات المسؤولة عن تخريج المعلمين والمدرسين. ترى اليوم الطالب العراقي يتخرج من مرحلة الرابع كلية، مثلا في كلية اللغات، لا يتكلم الإنجليزية ولا يتقن شيء من الاختصاص الذي درسه، لأن التعليم للأسف أصبح يعتمد على المادة، وهنالك محسوبية وهنالك جهل في إيصال المادة للطلاب. من بغداد الصحفي أحمد الجميلي، شكرا جزيلا لك.